خبز خفيف مقطن بزاف ساهل. عندنا 500 غرام فارينة، مغرف ونص خميرة، مغرف سكر، وشوية تاع الجلجلان، شوية تاع البازيليك ولا أعشاب عطرية. نخلطوا هاد المكونات الجافة، نروح نضمهم بالماء دافي. أهم حاجة نخلي العجينة تلاصق، نزيد عليهم بياض بيضة، الملح، نزيد ندخلهم بيان في لاباط تاعي. ابخي نزيد ربع مغارف تاع الزيت، نزيد نخلي العجينة تاعي تخمر لمدة ساعة، ونخليها هكذا تلاصق باش يجينا الخبز تاعنا خفيف ومقطن من الداخل. ابخي ما تخمر نجي نديغازي لاباط تاعي، نفرميها هكايا دي بول، نفتحها نزيد نخليها تخمر نص ساعة، ومن بعد كيك ندير لها صفار البيض من الفوق، شوية تاع الجلجلان، شوية تاع السالو، شوية تاع الأعشاب العطرية، ندخلهم في فرن 250 درجة، وراهو الخبز تاعي واجد بزاف ساهل بنين، يجي مقطن الداخل خفيف. نتمنى تجربوه. صحة فطوركم.